السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، رمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله. نلتقيكم اليوم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات علم الطفيليات النظري لطلبة المرحلة الرابعة، واليوم راح تكون محاضرتنا هي تكملة للمحاضرة السابقة اللي أخذنا بها مثقبات الكبد أو الليفر فلوك، واليوم راح ناخذ القسم الثاني اللي هو المثقبات الأمعاء أو الانتستينال فلوك. المثال الأول اللي راح ناخذه هو المتورقة البسكية أو الفاشولابس بسكي، وأيضا تسمى بالمثقبة العملاقة الجاينت فلوك بسبب شكلها العريض والمسطح بشكل استثنائي، وهي من أكبر الطفيليات اللي تصيب البشر، وتتواجد عادة في قارات آسيا بنحو 60% من إصابتها تتواجد في الهند والصين، ويبلغ عدد المصابين بها بحوالي 10 مليون نسمة. طبعا تحدث الإصابة غالبا في الأطفال دون سن المدرسة أو في المناطق الفقيرة حيث لا تتواجد الأنظمة الصحيحة للصرف الصحي. هذه الديدان عادة تكون ديدان عملاقة يصل طولها إلى حوالي 8 سنتيمتر. المضاعف النهائية لها هي الإنسان والخنازير، تشبه عادة ديدان كبد الأغنام أو الفاشيولا هيباتيكا، إلا أنها ليست لها أكتاف مميزة، كذلك فإن الأعورين المعويين يكونان غير متفرعين، وأيضا من الاختلافات أنها تعيش في الاثنا عشري والصائم، بينما الفاشيولا هيباتيكا كما ذكرنا سابقا تعيش في القنوات الصفراوية للكبد. هذه الديدان قد تتواجد أيضا في المعدة والأمعاء، وطبعا صنفت ضمن المتورقات المعوية كون هذه الديدان تتواجد عادة في الأمعاء. تمتاز أيضا هذه الديدان بأنه الخصائص فيها تكون كثيرة التفرع، وتحتل حوالي 3/5 النصف الخلفي من الجسم، وبيوضها تكون عادة مشابهة لبيوض الفاشيولا هيباتيكا ولا يمكن التمييز بينهما عادة. كما ذكرت لاحظ هنا الفاشيولا لبس بسكي أو المتورقة البوسكية عادة تكون لونها لون اللحم أو اللون الوردي الفاتح، وأيضا قد تميل إلى الأحمرار. كما ذكرت أنها تكون عادة مسطحة تشبه الورقة النباتية، تكون كبيرة جدا من ناحية الحجم، وأيضا ذكرت بأنها تعتبر من أكبر المتورقات اللي تصيب الإنسان. هذا الديدان نلاحظ وجود المحجم الفمي اللي يكون في المقدمة ويحيط بمنطقة الفم، والمحجم البطني كذلك نلاحظ الأعورين المعويين يكونان غير متفرعين كما في حالة الفاشيولا هيباتيكا، وإنما يكون شكلهم أنبوبي. هذه الديدان أيضا كونثية تمتاز بوجود الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي في نفس الدودة. الخصة تكون عادة كبيرة الحجم متفرعة تحتل حوالي 3/5 النصف الخلفي للجسم، وأيضا تمتاز بوجود الغدد المحية، وكذلك تمتاز بوجود الخلايا اللهبية اللي تكون وظيفتها هي الامتصاص أو الإخراج للمواد الأيضية الفائضة عن حاجة الجسم. دورة حياة هذه الدودة عادة مشابهة لدورة حياة دودة الكبد أو الفاشيولا هيباتيكا. الديدان البالغة عادة تكون موجودة في الأمعاء الدقيقة للمضيف النهائي اللي هو الإنسان وبعض الحيوانات الأخرى من آكلات الأعشاب. هذه البيوض أو عفوا هذه الديدان البالغة تقوم بطرح البيوض، وهذه البيوض كما ذكرنا تكون كبيرة الحجم مشابهة لبيوض الفاشيولا هيباتيكا،
تكون من نوع البيوض ذات الغطاء، تحتوي على غطاء أو الأوبركلم، وتطرح عادة وهي غير ناضجة إلى البيئة المائية، لا تحتوي على جنين كامل النمو وإنما خلايا جرثومية، تطرح إلى الماء مع إبراز المضيف النهائي اللي كما ذكرنا هو الإنسان وبعض الحيوانات الأخرى أكلات الأعشاب. يكتمل نضجها في الماء وتصبح حاوية على يرقة مهدبة نسميها بالميراسيديوم. هذه اليرقة المهدبة راح تخرج من البيضة عن طريق الغطاء بعد فقس البيوض، وتبدأ بالسباحة في الماء بحثا عن المضيف الوسطي اللي هو بعض أنواع القواقع المائية وخاصة قواقع السيجمنتيا. تخترق جسم القوقع وتدخل إلى التجويف وتتحول إلى الطور الآخر اللي هو كيس الأبواغ أو السبوروسيست، ثم تتحول بعد ذلك إلى طور الريديا الأولية، ثم الريديا الثانوية، وأخيرا تتحول إلى المذنبة أو السركارية. كل هذه الأطوار تتم داخل جسم القوقع. بعد أن يكتمل نمو السركارية تصبح ناضجة، تخرج من جسم القوقع وتبدأ في السباحة بالماء، وبعد فترة تبحث عن بعض النباتات المائية الملائمة لها وتتسلق هذه النباتات وتتحول إلى طور آخر هو طور الميتاسركارية أو النباتات أو عفواً المذنبات المتكيسة. أهم النباتات المائية اللي تتكيس عليها هذه المذنبات هي كستناء الماء وأشواك الماء واللوتس والخيزران ونبات البامبو أيضا اللي هي تعتبر من النباتات الصالحة للأكل من قبل الإنسان وأيضا من قبل الحيوانات الأخرى. وتحصل الإصابة عادة نتيجة لتناول هذه النباتات المائية المصابة بالميتاسركارية أو خلائف المذنبات كما نسميها. يبتلعها المضيف النهائي اللي هو الإنسان أو الحيوانات الأخرى أكلات الأعشاب، وتحصل عملية تحرر في منطقة الاثنى عشري حيث يذوب الجدار أو الغلاف المحيط بالميتاسركارية وتتحرر في الأمعاء مباشرة، تلتصق بجدار الأمعاء، وخلال حوالي 7 أسابيع حوالي شهرين تقريبا تتحول إلى دودة بالغة وتعيد نفس الدورة مرة ثانية. إذن دورة حياتها تكون مشابهة لما شرحناه في دودة كبد الأغنام أو الفاشيولا هيباتيكا، وإنما الاختلاف فقط كما ذكرنا في المضيف الوسطي، بدل ما كان قوقع الليمنيا في الفاشيولا هيباتيكا هنا هو قوقع السيجمنتيا وكذلك الهبيوتاس. الإمراضية بالنسبة لهذه الديدان تسبب مرض يسمى بداء المتورقات البسكية أو الفاشيولياسيس، وأعراضها تكون مشابهة لأعراض الفاشيولياسيس اللي تسببه ديدان الكبد أو الفاشيولا هيباتيكا. معظم الإصابات عادة أنها تكون خفيفة وتكون عديمة الأعراض، أما في الإصابات الشديدة فالأعراض تتضمن ألم في البطن وإسهال مزمن وكذلك فقر دم وتجرثم في الدم، وأيضا حساسية أو أرجية تنتج عن النواتج الأيضية للدودة ويمكن أنه تسبب بالنهاية بموت المريض. كذلك قد تسبب انسداد معوي نتيجة لتجمع هذه الديدان وكبر حجمها. التشخيص عادة يتم عن طريق الكشف المجهري أو الفحص المجهري للبيوض، وبشكل نادر
المثقوبات التي قد تظهر أحيانا مع البراز ولكن في حالات نادرة. أما البيوض فعادة هي اللي تكون موجودة في البراز، وأيضا ممكن أنه تحصل في القي أثناء التقيؤ اللي هو أحد الأعراض اللي ممكن تسببها وجود الدودة وإفرازات الأيضية في الأمعاء. من الصعب التمييز بينها وبين بيوض الفاسيولا هيباتيكا، أيضا تكون هذه البيوض كبيرة الحجم ذات لون أصفر ذهبي ومشابه تقريبا لبيوض الفاسيولا هيباتيكا، تحتاج إلى خبرة في عملية التشخيص للتشابه بين هذين النوعين من البيوض. العلاج عادة باستخدام عقار برازاكوانتين، ويكون هو الخيار العلاجي الأول في الإصابة بالفاسيولا سبسكي، وعادة تكون المعالجة فعالة في المرحلة الأولى للإصابة اللي هي وجود الديدان أو بداية وجود الديدان والإصابات الخفيفة. أما في الإصابات الشديدة فإنه تكون عادة عملية العلاج صعبة. من مضادات الديدان أيضا اللي ممكن استخدامها في العلاج هو ثيابندازول والميبندازول والليفاميزول وأيضا البايرانيل باموات، كذلك ممكن استخدام الأوكسي كلوزانيد أيضا يكون ذات فعالية في المعالجة بالنسبة لهذا النوع من الديدان. الوقاية والسيطرة عادة تتم بسهولة من خلال غسل الخضار والنباتات المائية اللي قد تستخدم للأكل أحيانا بالماء المغلي لبضع ثواني لقتل المذنبات المتكيسة أو خلائف المذنبات، وأيضا تجنب استخدام البراز سواء البشري أو الحيواني كسماد للمزروعات إلا بعد تعقيمه أو تجفيفه لفترات طويلة من أجل قتل المذنبات اللي موجودة. أيضا مراقبة الأنواع الموجودة من القواقع أو الحلزونات اللي تمثل المضاعف الوسطية ومحاولة القضاء عليها باستخدام مبيدات القواقع. النوع الآخر من المتورقات المعوية هي ما تسمى بالخفائية الخفائية أو الهتروفس هتروفس، وهذا النوع أيضا يعتبر من أكثر الأنواع شيوعا ويضم حوالي 10 أنواع من الهتروفس. تعتبر ديدان صغيرة جدا، طولها ما يتجاوز 2 مليمتر، وتعيش أيضا في الأمعاء الدقيقة خاصة في الصائم. تكون رمية الشكل تمتاز بوجود جهاز هضمي غير مكتمل يبدأ بالفم والبلعوم والمريء ثم فروع الأمعاء أو الأعورين اللي تكون أنبوبية الشكل. أيضا يمتاز بوجود المحجم الفمي اللي يحيط بالفم والمحجم البطني، وكذلك تمتاز بوجود محجم ثالث هو يسمى بالجينيتال سكر أو المحجم التناسلي، يكون مميز لهذا النوع من الديدان. أيضا هذا الديدان خنثية تمتاز بوجود جهاز تناسلي ذكري وأنثوي في نفس الدودة. الخصى عادة تكون كروية الشكل موجودة في الجزء الأخير من الجسم وكبيرة الحجم مثل ما نلاحظ هنا، كذلك وجود المبيض اللي يكون بيضوي الشكل أيضا، والرحم الملتف في القسم الأخير من الدودة. هذه الديدان أيضا تمتاز بيوضها بأنها صغيرة الحجم، تمتاز بوجود تراكيب أو نتوءات في المقدمة الأمامية وهي صفة مميزة لهذا النوع من البيوض، كذلك موجود ندبة في نهاية البيضة أيضا يعتمد عليها في التشخيص. هذه البيوض تطرح مع براز المضيف النهائي وهي ناضجة وتحتوي على ميراسيديا كاملة النمو. دورة حياة
هذه الدودة أيضا مشابهة للأنواع الأخرى ما عدا الاختلافات في المضائف الوسطية أو المضيف النهائي عفوا المضيف المتوسط الثاني اللي تتكيس عليه هذه الديدان. الديدان البالغة عادة موجودة في الأمعاء الدقيقة للإنسان وبعض آكلات اللحوم والأسماك، الكلاب والقطط وأيضا الطيور. هذه الديدان تطرح بيضها مع البراز للمضيف النهائي المصاب، وتكون هذه البيوض ناضجة وتحتوي على ميراسيديا كاملة للنمو. تفقس في الماء وتخرج المهدبة أو الميراسيديا، تبحث عن المضيف الوسطي الأول وهو عادة البايرونيلا كونيكا أحد أنواع القواقع المياه العذبة. تخترق جسم القوقع بعد أن تترك غلاف المهدب خارج الجسم، وبعدها تتحول داخل جسم القوقع إلى كيس الأبواغ السبوروسيس، ثم إلى الريديا، ثم إلى السركاريا أو المذنبات. بعد نضج المذنبات أو في المرحلة النهائية من النضج، تخترق هذه المذنبات جسم القوقع باتجاه الخارج وتخرج إلى الماء، تبدأ بالسباحة بحثا عن المضيف الوسطي الثاني اللي هو الأسماك مثل أسماك السلمون وغيرها، وتتكيس تحت الجلد أو تحت القشور أو في أيضا الغلاصم، وتتحول إذا إلى مذنبات متكيسة. لاحظنا بالفاشيولا هيباتيكا والفاشيولا بسبسكي أنه التكيس يكون على النباتات المائية، بينما بالهتروفس هتروفس التكيس يكون على أجسام الأسماك تحت الجلد أو تحت القشور أو في الغلاصم، تتحول إلى ميتاسركاريا أو خلائف المذنبات، وتبقى في جسم الأسماك إلى أن يتم تناول هذه الأسماك من قبل المضيف النهائي مرة أخرى اللي هو الإنسان أو أكلات لحوم الأسماك، حيث تتحرر المذنبة المتكيسة في أمعاء المضيف النهائي عند أكل هذه الأسماك بشكل غير مطبوخ أو نية، وأيضا تتحول إلى دودة بالغة خلال حوالي 6 إلى 7 أسابيع، وتصبح قادرة على طرح البيوض وإعادة دورة الحياة مرة أخرى. الإمراضية تسبب ديدان هتروفس هتروفس أو الخفائية، داء نسميه بداء هتروفياسيس، وعادة ما تكون أعراضه نتيجة لوجود البويضات، قد تسبب التهاب في عضلة القلب أو المخ، وتحصل عدوى معوية للإنسان بالديدان المثقبة عند تناول الطعام أو الماء الملوث بالعائل الوسطي عادة، أو تناول الطعام غير المطبوخ بشكل جيد، وتكون هذه المضيف الثاني يكون حاوي على اليرقات أو المذنبات المتكيسة. غالبية المصابين ما تظهر عليهم عدوى أو أعراض أو علامات سريرية، وعادة ما يرتبط المرض بالأعراض الشديدة في حالة الإصابات بإسهال وألم في البطن من حين إلى آخر. أيضا الإصابات الشديدة تكون صاحبها تورم في الوجه وما يسمى بالوذمة، وكذلك أحيانا في الأطراف السفلى، وآلام عامة في البطن، كما يمكن أن يحصل فقدان للشهية مع الإسهال المائل للون الأخضر وذو رائحة كريهة. التشخيص يعتمد على إيجاد البيوض بالنسبة لهذا النوع من الديدان واللي قلنا تحتوي على زوائد أو نتوءات في مقدمتها الأمامية بالقرب من الغطاء، وكذلك وجود ندبة أو
نوب في في نهاية البيضة يعتمد عليها في عملية التشخيص. العلاج أيضا يكون باستخدام طاردات الديدان وخاصة النيكلوزاميد أو البرازاكوانتين في مراحل المرض المختلفة. بالنسبة للوقاية والسيطرة، أهم طرق الوقاية هو الامتناع عن تناول الأسماك غير المطبوخة جيدا، كذلك القضاء على القواقع الناقلة لتقليل الإصابة بهذا النوع من الديدان. هذه محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقيكم في محاضرة جديدة في الأسبوع القادم. نتمنى لكم كل الموفقين.